على مدار عام ونصف غابت هذه المشاهد عن واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في محافظة تعز. في هذا الميدان تدافع شباب المدينة لاستعراض مهاراتهم الرياضية المتنوعة بعد أن غيبتها حرب جماعة الحوثي وصالح. رغم توقف الرياضة لمدة سنة ونصف بسبب الحرب وغيره إلى أن نحن رياضيا رجعنا بكل قوة. اليوم لما رجعنا يعني كأنه رجع لي حاجة جديدة، يعني كأنه أنا بديت بداية جديدة، فتمك مشوار جديد، وإن شاء الله يعني نذهلكم ونطور مرة ثانية إن شاء الله ونرجع من جديد. تطبيع الحياة وخلق متنفس آخر بعيدا عن أجواء الحرب هو ما تسعى إليه السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بمكتب الشباب والرياضة عبر إقامتها هذه البطولة، متحدية كل الظروف التي تكتف المشهد اليوم في تعز. نحن اتحاد التايكوندو نسعى مع مكتب الشباب والرياضة لإعادة الحياة للرياضة في مدينة تعز، تمام، من خلال إقامة النشاط والمسابقات لجميع الألعاب. برغم شحة الإمكانيات والأوضاع القتال الحرب وما تعانيه تعز، إصرار بالغ يرتسم على وجوه هؤلاء المشاركين الذين يسعون لاستكمال مشوارهم الرياضي برغم الأوضاع المعقدة التي تمر بها المحافظة. وسط الحالة المتقلبة التي تعيشها المدينة في ظل الحرب، يتحسس هؤلاء الشباب طريقهم في مواصلة ممارسة أنشطتهم، محاولين دفع الحياة إلى الأمام بأي شكل من الأشكال. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.